قبل بقى ما نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات من خلال زميلنا العزيز فاروق صلاح المتواجد حاليا في دولة الامارات العربية الشقيقة مع طبعا بعثة الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي، ما تيجي نبص بص الاول على المنتجع المقيم فيه حاليا او المقام فيه حاليا طبعا معسكر النادي الاهلي، وشايفين ان الدنيا رايقه الى اي درجه، طبعا حمام سباحه ومساحات خضراء كبيره، ودي دايما بتكون من اهم متطلبات اي معسكر بيقيمه النادي الاهلي، فكره يعني الهدوء وفكرة إتاحة الفرصة الكافية للتركيز والبعد عن أي ضوضاء أيا كان نوعها إيه. طبعا دي دايما سمة غالبة على كل المعسكرات، المكان جميل جدا الحقيقة، ونتمنى إن شاء الله هذا المعسكر يعني يؤتي ثماره الفترة اللي جاية بإذن الرحمن على لعيبة النادي الأهلي. تعالوا بقى نروح لفاروق صلاح ونعرف إيه آخر الأخبار والمستجدات. يا فاروق صباح الفل عليك وأهلا بيك. صباح الفل يا كريم، بصب عليك وبصب على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا كريم، يعني انت قلت نقطه في غايه الاهميه، الامور او الاسس اللي بتختار عليها او من خلالها المعسكر اللي انت هتقيم فيه، اول شيء هو الهدوء وتوفر كافه الامور اللي انت بتحتاجها سواء في الناحيه الطبيه في ناحيه الاستشفاء. اعتقد كل هذه الامور يعني متوفره تماما في هذا المنتجع اللي بيتميز طبعا بالهدوء، يعني اللون الاخضر في كل مكان كان يعني امر بيدي الارتياح نفسي للاعبين للجهاز الفني، تبقى الطاقه كلها متفرغه للتدريبات فقط. فاعتقد دي كانت من الامور المهمه جدا، حسن اختيار المكان وايضا كان حسن اختيار التوقيت يا كريم. عايزين نعرف منك برضه يا فاروق يعني اللي حصل امبارح في زياره كابتن محمود الخطيب وكلامه مع مستر كولر ومع اللعيبه، قال لهم ايه وقالوا له ايه؟ المود العام اللي موجود عندك بصفه يعني بشكل عام عامل ازاي؟ يعني خليني اقول لك يا كريم، من اول يوم المود العام تركيز شديد من الجميع، جهاز فني، لاعبين، اللعيبه الناشئين، الجميع بيركز على استغلال كل دقيقه كل ثانيه في هذا المعسكر. طبعا بالامس كان تواجد الكابتن محمود الخطيب اللي طبعا كان متواجد هنا في الامارات يعني لحضور حفل تكريم النادي الاهلي كافضل نادي في الشرق الاوسط في جائزه جلوب سكر، واحد من الجوائز المهمه جدا اللي اندلت بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. بالامس طبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب في مقر اقامه الفريق، اجتمع مع الكابتن خالد بيبو، اجتمع مع مستر مارسيل كولر، اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب النادي الاهلي، اتكلم في رسائل مهمه جدا لكافه اللاعبين سواء اللعيبه الكبار او اللعيبه الناشئين. عندنا مرحله مهمه الفترة القادمة، عندنا تحديات كتير سواء في البطولة الإفريقية اللي يعني واحنا لسه متواجدين باللقب النسخة العام الماضي، الجماهير بتطالبنا وإن شاء الله، واحنا كأفراد منظومة إعلامية للنادي الأهلي أو يعني احنا كجزء من جمهور النادي الأهلي أكيد بنطالب الجهاز الفني، بنطالب اللاعبين بهذه البطولة، طالب اللعيبة بالتركيز في المشوار القادم سواء في البطولة الإفريقية سواء نهائي كأس مصر اللي هيكون أمام فريق الزمالك أو بطولة الدوري العام. ادى يعني امثله كتير جدا ونصائح مهمه للعيبه الناشئين، نفس الاطار اللي بنتكلم فيه، والكابتن الخطيب بيوجه يعني رسائله والنصائح للعيبه الناشئين ان الفرصه طبعا في النادي الاهلي وفي الفرق الكبيره ما بتجيش كتير وما بتجيش بالسهوله اللي يعني الظروف المعسكر جت في التوقيت ده، على كل لاعب ان هو يستغل التوقيت، على كل لاعب ان هو يستغل الفرصه، كل لاعب يقدم اوراق اعتماده للجهاز الفني، كل اللعيبه موضوعه تحت اعين مستر كولر. اكد الكابتن الخطيب على قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان دوره مهم جدا لخدمه فريق النادي الاهلي خلال الفترة القادمة. طبعا الكابتن الخطيب متواجد مع الفريق في مقر إقامة فريق النادي الاهلي، ويعني على هامش هذا الامر يا كريم واحنا بنتكلم على قيمه الكابتن الخطيب وقيمه النادي الاهلي، يعني اثناء زيارتنا او تواجدنا او لقاءاتنا مع الاخوه الاشقاء الاماراتيين اللي انت ما تحسش ان انت غريب، انت هنا في الامارات بلدك الثاني، وعلاقه الود والحب للشعب المصري وللفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا كان موجود مدير عام التنميه السياحيه بإمارة عجمان سعادة الشيخ محمود خليل الهاشمي، يعني ده مدير العام للتنمية السياحية بعجمان اللي كان يعني حريص ان هو يتواجد هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي،
عن الالتقاء بالكابتن الخطيب، بيبارك للكابتن الخطيب على تتويج النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط، حرصوا على الالتقاء وزياره الكابتن الخطيب والاطمئنان على كافه امور فريق النادي الاهلي. يعني كلامنا مع الاخوه الاماراتيين بيقولوا ان الكابتن الخطيب ده بالنسبه لنا مثال كبير جدا، اسطوره ليست لمصر ولكن للوطن العربي. النادي الاهلي مش بتاعكم انتوا بس، لا، النادي الاهلي مش بتاع مصر بس، النادي الاهلي ده بتاعنا كلنا، بتاع الوطن العربي. الروح اللي احنا لمسنا والامور دي يا كريم يعني احنا معتادين عليها دايما من يعني في كل الاماكن، خاصه في دوله الامارات الشقيقه. طبعا يا كريم الكابتن الخطيب حرص طبعا على اهداء يعني لسعاده محمد خليل الهاشمي يعني درع النادي الاهلي، اعتقد في امور ولافته طيبه جدا وان دلت بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. انت عارف يا كريم طبعا النهارده الفريق هيخوض اولى لقاءاته الوديه امام فريق الاخدود السعودي. مباراه طبعا هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت الامارات، 3 بتوقيت القاهره. طبعا يوم اعتيادي، يوم اكنك انت راح تلعب مباراه في الدوري او في كاس مصر او في بطوله افريقيا. مستر كولر فارض نظامه على اللاعبين من الامس، يعني من يعني خلاص بعد انتهاء التدريب الاخير اللي خاضه فريق النادي الاهلي، اللي بالامس يعني غير ملعب التدريب لاداء تدريباته على ملعب الحمريه، واحد من الافضل الملاعب، وتم خلاص الاستقرار عليه. ان مستر كولر خلال اليومين الماضيين كنا بنؤدي تدريباتنا على ملعب نادي شرطه عجمان، نظرا طبعا لضيق مساحه الملعب وابعاد الملعب، فضل مستر كولر ان يكون محتاج مساحه ملعب اكبر، وبالتالي تم توافر هذه الامور في ملعب الحمريه اللي خلاص تم الاستقرار ان الفريق هيؤدي تدريباته عليه. فرض طبعا على اللعيبه خلاص، اللعيبه دخلت في اجواء اكنك راح تلعب مباراه رسميه. طبعا يعني النهارده هيكون في محاضره للاعبين مع مستر كولر في تمام الساعه 1:30، ثم التحرك الى يعني ملعب اتحاد الكلباء اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بساعة، التحرك هيكون في تمام الساعة 2، إن شاء الله الوصول يكون لملعب اتحاد كلباء هيكون في تمام الساعة 3 بتوقيت الإمارات، 1 بتوقيت القاهرة. يعني زي ما نقول وبنأكد مستر كولر بيطلب من اللعيبة الناشئين كل لاعب يثبت نفسه، كل لاعب يستغل الفرصة. أعتقد يعني أمور فنية كتير جدا هنتمنى إن احنا نشوفها النهاردة في أرض الملعب، هنشوف مجموعة من اللعيبة الناشئين إلى جانب طبعا مجموعة من اللعيبة المهمة جدا، الجماهير النادي الأهلي والجميع متلهف يشوف وسام ابو علي. النهارده ممكن يكون واحد من اول الاوراق اللي يكون موجوده مع النادي الاهلي في هذه المباراه. انا عايز اقف معاك بقى فاروق عند التفصيله دي يعني قبل برضه ما نكمل الكلام. يعني فكره الاندماج اللي حاصل بين وسام ابو علي وبين بقيه اعضاء الفريق، وبرضه الاندماج اللي حصل ما بين العناصر الجديده اللي تم تطعيم السكواد بتاعنا بيها واللي تصعدوا طبعا في الفتره الاخيره، الى اي درجه المعسكر كان ليه ايادي بيضاء في هذه النقطه، واللعيبه كانوا عاملين مع بعض ازاي؟ وبالمناسبة عايزين برضو نعرف أجواء متابعتهم لماتش المنتخب امبارح كانت عاملة ازاي؟ يعني يا كريم في أمور احنا متعودين عليها، هي أمور اعتيادية داخل النادي الأهلي، أي لعيب بيدخل النادي الأهلي ما تحسوش خلاص غريب. اللي هنا بنتكلم على دور أوضة اللبس في النادي الأهلي، يعني على الرغم من تواجد الكابتن محمد الشناوي في المنتخب المصري وتواجد عناصر مهمة جدا مع المنتخب المصري، اللي طبعا بنبارك للمنتخب الصعود لمرحلة الدور 16، صفحة واتقفلت عندنا مرحلة مهمة جدا نتمنى فيها كل التوفيق للاعبي المنتخب المصري، ونتمنى كل السلامة لمحمد الشناوي. لعيبة النادي الأهلي اللي كانت متواجدة أيضا في يعني مع المنتخب المصري، مع منتخب تونس، مع منتخب مالي، مع منتخب جنوب أفريقيا، جميع اللاعبين حرصوا على تهنئة وسام أبو علي بانضمامه للنادي الأهلي. ده الأمر اللي شايفينه من اللعيبة اللي مش متواجدة في المعسكر. على الجانب الآخر اللعيبة الموجودة معانا في المعسكر، رامي ربيعة، عمرو السلية، طاهر محمد، طاهر، أكرم توفيق، كريم فؤاد، قفشه، حسين الشحات، اللعيبه دي قدرت يعني بسهوله جدا تدخل وسام ابو علي في اجواء فريق النادي الاهلي. طبعا يا كريم انت عارف فتره المعسكر بيبقى انت ال 24 ساعه اللعيبه متواجده مع بعض، يعني خلاص يعني نقدر نقول الظروف خدمت وسام ابو علي ان بدايته مع النادي الاهلي تكون في فتره معسكر، يقدر يندمج مع اللاعبين، يعرف نظام النادي الاهلي، يعرف دماغ الجهاز الفني، يعرف يعني التفاصيل الامور اللي يعني الاعتياديه داخل النادي الاهلي. الامر ده مش
على وسام فقط، ايضا على اللعيبه الناشئين. يعني ما فيش في النادي الاهلي يا كريم تحس ان لعيب اساسي او لعيب بديل او لعيب ناشئ، لا اللعيبه كلها يعني اللعيبه الناشئين فعلا. يعني احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي مدرسه بتربي كويس جدا، سواء على المستوى السلوكي على المستوى يعني الفني. فاعتقد امور كلها مهمه جدا، سواء من اللعيبه الناشئين يعني احتضان اللعيبه الكبار. يعني يا كريم في كل مره يعني او في كل مشهد احنا بنشوف هي رسائل مهمه، تلاقي محمد مجدي قفشه قاعد ومجمع اللاعبين، احمد عبدين، معتز محمد، ابراهيم عبد الحكيم، ابو الخير، حازم جمال، اسلام عبد الله، مازن اسام، قاعد بيشرح لهم بيتكلمهم بيديهم نصايح. تلاقي الكابتن رامي ربيعه مع عمرو السليه بيدوا نصايح للعيبه الناشئين. فاعتقد معدلات الاندماج ما بين اللاعبين اتت ثمره في هذه يعني في هذا المعسكر. بالنسبه للمباراه طبعا زي ما قلت لك يا كريم ان مستر كولر فرض يعني نظام مهم جدا على اللاعبين. يعني خلاص عندنا مباراه، طبعا انت عارف ان المباراه كانت في تمام الساعه 10 بتوقيت القاهره، الساعه 12 بتوقيت الامارات، وتاني يوم عندنا طبعا مباراه. يعني مستر كولر يعني اللي تقدر تقول كل او اغلب اللاعبين تابع المباراه من خلال الغرف. النظام يعني مستر كولر فارض على اللعيبه النظام، عندنا مباراه طبعا مش عايز اقول مباراه وديه، لان مستر كولر ما بيحاولش ان هو يفرق او ما بيديش فرصه ان اللعيبه يوصل لها ان هي مباراه وديه، لا مباراه وديه او مباراه رسميه كلهم اطار واحد، لان من خلال المباراه الوديه بيحاول ينفذ بعض الامور اللي بيطلب تنفيذها في المباريات الرسميه. كان طبعا في سعاده من اللاعبين بصعود المنتخب المصري، كانت اجواء يعني تقدر تقول حماسيه بالنسبه للاعبين. الصعود يعني كان بسيناريو صعب شويه، ولكن طبعا الجميع تمنى التوفيق لمنتخب مصر. بعض اللاعبين يعني تواصلت مع لاعبي الاهلي في المنتخب المصري اهنتهم على ادائهم، طمنوا طبعا الدكتور احمد جاب الله والكابتن خالد بيبو والمستر مارسيل كولر على محمد الشناوي. ويعني في تواصل ما بين الدكتور احمد جاب الله والدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب لاطمئنان على حاله محمد الشناوي اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله وعودته سريعا. ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المصري خلال الفتره القادمه باذن الله. يا مسهل الحال ان شاء الله. طبعا جدير بالذكر عايزين برضو نعرف حضراتكم مشاهدينا في كل مكان ان ماتش النهارده اللي كان بيكلمنا عن كل تفاصيله زميلنا العزيز فاروق صلاح الساعه 3 العصر بتوقيت مصر سيذاع على قناه النادي الاهلي.